الدرس الخامس في وحدة سكراتش للصف التاسع بعنوان التحسس. في هذا الدرس نتعرف على المقصود بالتحسس، فوائد خاصية التحسس بالإضافة إلى كيفية إظهار لبنات التحسس وأشكالها المختلفة. المقصود بخاصية التحسس تنفيذ مقطع برمجي عند حدوث أحد الحالات التي سنذكرها فيما يلي. سنقوم الآن بعرض أحد الأمثلة الجاهزة في برنامج سكراتش لنتعرف على حالات التحسس المختلفة وأهمية استخدامها في البرنامج. كما نرى في هذا المثال، لدينا كائن الكرة الزرقاء وكائن الحاجز الأسود، والمنصة فقط بها حاجز أحمر بهذه الصورة. لنرى تنفيذ هذا المثال، نلاحظ أن الخط أو الحاجز الأسود يتحرك مع حركة الفأرة عند تنفيذ المشروع. تتحرك الكرة الزرقاء بشكل منتظم وتلامس الحاجز الأسود على حسب موضعه، وعند ملامسته تصعد مرة أخرى إلى أعلى وتستمر اللعبة. مرة أخرى عند ملامسة الكرة للحاجز تصعد، ولكن عند تحريك الكرة بحيث يتم ملامسة الكرة للحاجز الأحمر نجد أن اللعبة تتوقف وينتهي المثال. في هذا المثال ظهر لدينا ثلاث حالات مختلفة من حالات التحسس. الحالة الأولى هي ملامسة كائن لإحداثيات الفأرة. كما نرى أن الحاجز الأسود يتحرك مع حركة مؤشر الفأرة. كما نرى عند تحريك مؤشر الفأرة يتحرك الحاجز الأسود مع حركة المؤشر، إذن الحاجز الأسود يطابق الإحداثي السيني للفأرة. إذن هذه إحدى حالات التحسس، وهي مطابقة كائن لإحداثيات الفأرة. الحالة الثانية كانت مطابقة كائن لكائن آخر. كما نرى الكرة الزرقاء عندما لامست الحاجز الأسود تستمر اللعبة، إذن تم اختبار شرط معين وهو ملامسة كائن لكائن، عند ملامستهما تستمر اللعبة في العمل. الحالة الثالثة من حالات التحسس هي ملامسة كائن للون، وقد ظهر ذلك في ملامسة الكرة الزرقاء للحاجز الأحمر الموجود بالمنصة. عند ملامسة الكرة أو الكائن للحاجز الأسود للحاجز الأحمر توقف كل شيء وانتهت اللعبة. إذن لدينا الآن ثلاث حالات من التحسس: ملامسة كائن لكائن، ملامسة كائن للون، ومطابقة كائن لإحداثيات الفأرة. هناك حالات أخرى للتحسس، وهي مطابقة كائن لإحداثيات كائن آخر، وعندما يقوم المستخدم بضغط أحد مفاتيح لوحة المفاتيح أو الزر الأيسر للفأرة، وسنتعرف على ذلك في أمثلة تالية. نتعرف الآن على فوائد خاصية التحسس. تعتبر خاصية التحسس من أهم المهارات البرمجية في برنامج سكراتش، وذلك لأسباب عديدة. أولاً، مع استخدام مهارة التحسس يمكن وضع شرط عند حدوثه تتغير النتائج. كما نرى باستمرار تم اختبار ملامسة كائن لكائن أو كائن للون أو كائن لإحداثيات الفأرة، وفي كل مرة يتم اختبار الشرط تتغير النتائج على حسب تحقق الشرط أو عدم تحققه. يمكن أيضا ربط لبنات برمجية بالضغط على زر الفأرة أو الضغط على أحد مفاتيح لوحة المفاتيح أو حركة الفأرة. يمكن الاستجابة إلى الضغط على أحد مفاتيح لوحة المفاتيح أو الضغط على الزر الأيسر للفأرة كما سنرى لاحقا. بالنسبة لخاصية التحسس، تظهر استخداماتها بصورة كبيرة في الألعاب والتطبيقات التعليمية. كما رأينا في هذا المثال، هو عبارة عن لعبة. هناك كثير من الألعاب يمكن إعدادها باستخدام خاصية التحسس. أيضا يمكن استخدام خاصية التحسس في التطبيقات التعليمية. على سبيل المثال، يمكن عمل برنامج تعليمي
لإجراء المسائل الحسابية المختلفة، مثلا عملية الجمع، عملية الضرب، عملية القسمة، ويتم استقبال ناتج كل مسألة واختبار مطابقة القيمة المدخلة بالقيمة الصحيحة لتظهر إن كانت الإجابة صحيحة أو خطأ. نتعرف الآن على لبنات التحسس والتي يمكن استعراضها بالضغط على زر التبديل التحسس من منطقة ألواح اللبنات، فتظهر لدينا مجموعة لبنات التحسس باللون الأزرق المميز، ويلاحظ ظهور لبنات التحسس على أحد شكلين، الشكل السداسي المضلع والشكل المستطيل البيضوي، شكلين فقط للبنات التحسس. لبنات التحسس لا يتم استخدامها بمفردها، ولكن يتم تركيبها ضمنيا مع لبنات أخرى. نتحدث أولا عن لبنات التحسس ذات الشكل السداسي المضلع. أولا نستعرض لبنات التحكم. نلاحظ في لبنات التحكم وجود مجموعة من اللبنات، مثلا اختبر باستمرار إذا أو إذا أو إذا وإلا أو انتظر حتى أو كرر حتى. جميع هذه اللبنات يظهر بها موضع فارغ له الشكل السداسي المضلع والمناسب للبنات التحسس. على سبيل المثال لبنة اختبر باستمرار إذا، هذه اللبنة تحتاج إلى تركيب لبنة أخرى ذات شكل سداسي مضلع، أي أنها لبنة تحسس. إذا استعرضنا لبنات التحسس يمكن استخدام اللبنة اختبر باستمرار إذا اللون يلامس اللون، هذه إحدى حالات التحسس، ملامسة لون للون. طبعا يتم تركيب اللبنة كما رأينا. يمكن اختيار الألوان من المنصة أو من كائنات المنصة، مثلا يتم الضغط على اللون الأول ثم سحب اللون من الكائن. بنفس الطريقة يتم الضغط على اللون الثاني وسحب لون آخر من المنصة. إذن لدينا الآن شرط اختبر باستمرار إذا اللون الأول يلامس اللون الثاني. إذا تحقق هذا الشرط يتم تنفيذ جميع اللبنات الموضوعة داخل لبنة اختبر. اللبنات التي يتم تركيبها ضمن لبنة اختبر يتم تنفيذها إذا تحقق هذا الشرط. إذا لم يتم تحقق الشرط فمعناه الانتقال إلى أو تجاوز هذا المقطع والانتقال إلى اللبنات التالية. بالنسبة إلى لبنات المستطيل البيضوي يتم تركيبها على اللبنات التي تحتاج إلى إدخال قيمة. على سبيل المثال لدينا لبنة غير الحجم بمقدار 10، إحدى لبنات المظهر. في هذا الموضع يمكن تركيب أحد لبنات التحسس ذات الشكل المستطيل البيضوي على سبيل المثال المسافة إلى. إذا تم تركيب هذه اللبنة يمكن اختيار من السهم، أختار مؤشر الفأرة، فلدينا الآن لبنة غير الحجم بمقدار المسافة إلى مؤشر الفأرة، أي أنه يتم تغيير حجم الكائن بمقدار المسافة بين الكائن ومؤشر الفأرة، وذلك بدلا من القيمة السابقة وهي 10. بذلك تعرفنا على أشكال لبنات التحسس وكيفية استخدامها ضمن لبنات أخرى.